واحد بيقول هل يفارق الروح القدس انسانا على الارض ام يظل معه مهما بلغت خطيته؟ ولو كانت الإجابة لا، فلماذا أشعر أنا أن روح الله لم يعد يبكتني على خطية ولا تأنيب ضمير؟ في أوقات مش الروح القدس هو اللي بيفارقنا، احنا اللي بنفارق الروح القدس. يعني احنا ما نفكرش في روح ربنا ابدا، النعمة تطرق على بابنا واحنا ما نسألش، زي ما قالت عروس النشيد ان حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت حينما امر. فاذا كنت انت مش موجود في حالة بر ولا ضميرك بيوبخك، مش معناها ان روح ربنا فارقك الى النهاية. جايز بعد شوية ترجع وتتوب، لكن المفارقة النهائية هي اللي يبقى الانسان لا امل فيها، زي ما قيل عن شاول الملك في صمويل الاول الصح 16، وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. دي المفارقة النهائية. وجايز يكون هناك نوع من التخلي الجزئي، يعني ربنا يتخلى شوية عن الإنسان، روح الله يتخلى شوية عن الإنسان لكي يشعر بضعفه ويشعر بانه هو بعيد عن ربنا بيسقط ومش قادر يقوم، عشان تاني مرة يحترس اكثر وياخد باله من نفسه اكثر من الاول. يسموه التخلي الجزئي، لكن مش المفارقة الكل.